اعتقل من اعتقل من بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب اتقاء والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت للحارس خالد العسكري يعني قلت هذه مباراة غريبة نعم غريبة على المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش ما خرجتش 3-2 لفريق المغرب الفاسي أغرب كرة تبعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية أغرب كرة في الضربات الترجيحية نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا ضغط المباراة كم هو محظوظ